قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. إذن يمكن أن نقول عنوان لهذا الباب اللي هو إيه؟ باب أن يكون الخبر في القرآن عاما وتخصصه الإيه؟ السنة. إذا عنوان هذا الباب جواز تخصيص عام القرآن بالإيه؟ بالسنة. وكأن الإمام الشافعي هنا يرد على بعض المعتزلة من الأصوليين الذين أنكروا هذا الأمر، أنكروا جواز تخصيص القرآن بالإيه؟ بالسنة. قال الله جل ثناؤه: ولأبويه، يعني لأبويه يعني لأبوي المتوفى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث. طبعا عندما تكون الأم لها الثلث يبقى الأب له إيه؟ له الثلثان، مش الثلثين، له الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وانتبه من قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن توزيع الميراث بعد إيه؟ بعد الوصية وقضاء الدين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الرجل إن مات ليس له والد ولا ولد يرث، لا والد ولا ولد يرثه، ده يسمى إيه؟ الكلالة. يبقى الكلالة الذي ليس له لا والد ولا إيه؟ ولا ولد. طب من اللي يرثه؟ أقاربه بقى. يبقى يرثه أقاربه. يبقى كل من مات ليس له والد وإن علا أو ولد وإن نزل فيرثه إيه؟ أقاربه، ويسمى ذلك بالإيه؟ بالكلالة. والكلالة جاية من الكل، والكل معنى إيه؟ الضعيف، وهو كل على مولاه. كل على مولاه يعني إيه؟ يعني ضعيف، ضعيف، فهو ثقيل على مولاه بضعفه وعدم إيه؟ وعدم قدرته. فمن حرم الأب وحرم الولد فهو إيه؟ فهو كل. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، والتقدير وإن كان رجل أو امرأة يورث إيه؟ كلالة. إذا يمكن أن يكون الرجل كلالة والمرأة أيضا إيه؟ كلالة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وخلي بالنا قوله تعالى غير مضار صفة للإيه؟ صفة للإيه؟ للدين، صفر أو دين غير مضار، وصية من الله، وصية من الله. ويمكن أن تكون الوصية فيها ضرر، يبقى لا ينبغي أن يكون الدين فيه ضرر. يعني ممكن الرجل يتوسع في الدين من أجل أن إيه؟ أن يضر بالورثة. يعني رجل يرى أن ورثته لم يكونوا على البر له، يعمل إيه؟ يقترض من ده ومن ده ومن ده ومن ده، يقول والله يا أولادي الإيه؟ من هنفعكم بمن مر. إذا هو يطلب من وراء الدين الحاجة ولا الإضرار بالورثة؟ الإضرار بالورثة. وكذلك الوصية ممكن يكون فيها إيه؟ إضرار. إن الرجل وجد ورثته ليسوا بررة به، فيقوم عمل إيه؟ وصية إن هذا المال كله لفلان، كله لفلان، وحتى يؤكد ذلك يعمل إيه بقى؟ يعمل له عقد بيع وإيه؟ وشرط. طبعا ده كله حرام حرام حرام،
ولا يجوز مثل هذه الصور. وكل وصية لا تمضى بشرع الله عز وجل فوصية باطلة، وصية باطلة. يدل على ذلك في الحديث الصحيح أن رجلا مات وخلف 5 أعبد، فكتب بإعتاقهم. فعندما مات أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فأعتق 2 ورد 3 إلى الرعاية. لما لم يعتقهم كلهم ده رأس مال، إذا يسيب ورثته من غير رأس مال ما ينفعش. فأعتق 2 ورد 3. قال الإمام الشافعي: فأبان أن للوالدين والأزواج مما تم الحالات، وكان عام المخرج للوالدين معروف إمتى لهم السدس وإمتى لهم الثلث، دي معروفة ودي معروفة. وكذلك بالنسبة للأزواج، الأزواج إذا كان رجلا أو امرأة، لأن كلمة الزوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، فإمتى الرجل يكون له الربع وإمتى يكون له النصف، والمرأة متى يكون لها الربع ومتى يكون لها الثمن. هذا كله موضح في هاتين الآيتين. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أراد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، يبقى أراد بعض الوالدين وبعض الأزواج. وذلك إزاي؟ وذلك ديننا التعليل بقى، وذلك أن يكون دين الوالدين ودين المولود اللي هو الولد ودين الزوجين واحدا. ده قيد مهم جدا لما في البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. ولما أخرجه الإمام أحمد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل دينين أو أهل ملتين. وهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام إلا أن له طرق يقوي بعضها بعض. إذا لابد من الإسلام، لابد من الإسلام. طب لو افترضنا أن الابن ارتد يرث لا يرث، افترضنا العكس أن الأب ارتد يرث لا يرث، افترضنا أن الزوج ارتد ترث لا ترث، افترضنا الزوج هو اللي ارتد يرث لا يرث. طب الولد ارتد يرث لا يرث، إذا لابد من وجود الإسلام. يبقى أول شرط من شروط الإرث الإسلام. طيب، ولا يكون الوارث منهما قاتلا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا. لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. طيب، القاتل هل المقصود بالقاتل العامد ولا أي قاتل؟ المسألة فيها نزاع. فالعلماء من قالوا بأن القاتل عمدا لا يرث إجماعا، القاتل عمدا لا يرث إجماعا. ليه؟ لأنه يتعجل الإرث بالقتل، فلما كان القتل سببه حصول الإرث اقتضت حكمته الشرعي أن يمنع من الإرث. طب أنت قتلت عشان إيه؟ عشان تورث بقى؟ طب إحنا مش هنخليك تورث، يلا خلي القتل ده ينفع بقى. يبقى سبحان الله، يعني هنا مراعاة الحكمة. إذا من قتل عمدا فإنه لا يرث إجماعا. أمال النزاع في مين؟ في من قتل خطأ، في من قتل خطأ. الجمهور على أنه لا يرث. ليه بقى؟ بممكن هو يدعي انه قتل خطأ، ويمكن ملابسات الحادث تدل انه قتل خطأ، لكن من أدرانا؟ فإن ظنية القتل عمد موجودة. افترضنا واحد راكب عربية أبو راجل عجوز وخلى أبوه ماشي في شارع خبطه على راح موت، هو الظاهر القتل فين؟ في طريق حتى السيارة، وكل حاجة السيارة غالبا بتحط في خانة القتل الخطأ. لكن في إمكانية ان يكون ده متعمد، في امكانيه متعمد. يبقى اذا حتى مذهب الامام الشافعي انه لا يرث، والحقيقه هذا احوط،
هذا أخبر لماذا؟ لظنية إمكان الإيه العمد في هذا القدر. هو اسمه الله هو هنا قتل عمدا ولكنه أقصى ذلك القتل ولم يعرف وهو يكون هذا المال حرام؟ بالنسبة لهذا المال له يكون حراما، يكون حراما ليه؟ لأنه خالف الشرع ويكون عند الله تعالى إيه آثما، لأنه يعتبر أكل هذا المال من غير وجه حق، يبقى زي مال السحت بالضبط، يعني هذا مال أكله من غير حل، من غير حل، فلا يباح له. عندنا الحديث واضح صريح، لا يرث القاتل إيه شيئا، لا يرث القاتل شيئا، يبقى يحرم إن هو يرث. طب هو قتله أكل إنه دسله السم في العصير، وبعد ما مات الراجل فضل جنبية تلوى ولم ينقله مستشفى ومات، وبعد ما مات له صديق طبيب بتاع صحة قال له إن الرجل مات وبتاع، فقال له هات الاستمارة ونملاها لك في البيت، وراح لا كشف ولا عمل. وله صديقين بيغسلوا الأموات وراح مغسلين راهم كافرين وراح إيه والموضوع انتهى. فهو عند الله تعالى قاتل وهو لا يحل له أن يأخذ هذا المال، فلو أخذه كان هذا المال له سحتا وهو عند الله تعالى إيه أكل. لا يرثوها لأنها ليست على دينه، والعكس أيضا إلا إذا أسلمت، إلا إذا أسلمت، ولكن لا يجوز له. يمكن أنه يعمل إزاي؟ يكتب شيء من الوصية لهذه المرأة لأن لها أولاد منه، شبه، وهذه المرأة ممكن تكون صبرت معاه وأحسنت إيديه وأعطته وبتعمى إلى ذلك، فيكتب لها شيء في الوصية، وذي بهذه الأحسان يكتب لها مثلا الثمن أو السوس أو العش، ولكن لا يزيد عن الايه عن الفلوس، لا يزيد عن الفلوس. طبعا خلاف الدين، فإن الأولاد حسب مين؟ حسب أبوهم بقانون الإسلام غير قانون بوش. في قانون بوش دلوقتي، قانون بوش إن الأولاد لمين؟ لأمهم، ده قانون بوش وقانون جماعة اليهود. لكن قانون الإسلام إن الإيه؟ إن الأولاد يكونون لمن هو أعلى. ففرضنا لو أم الأولاد مسلم، أم الأولاد مسلم وارتد الزوج، يبقى الأولاد لأبوهم؟ لا، يبقى لمين؟ لأمهم. فإحنا عندنا في دين الله عز وجل الأولاد يتبعون الدين الإسلام أو دين الإسلام، سواء كان مع الأم أو مع مين؟ أو مع الأب. يعني تصور لو إن فيه هناك زوجين مسلمين، وبعدين الزوج ده يعني ابتلاه الله عز وجل وختم على بصره وبصيرته وارتد عن الإسلام وتنصر وبقى نصراني وسمى نفسه مثلا برنابا، يا ترى إلى محمد ده ابن ده يرث من أبوه؟ لا. طيب أبوه يرث من محمد؟ لا. بلك إزاي؟ لأن الدين يقطع بين الاثنين. ولكن بقول لك يا أخي مش عاوز الإسلام ده، الإسلام ده بيفرق بين مين؟ بين الناس، نخليها مفتوحة لا يجوز. ولذلك قالوا نخليها قومية، كانت الأول شرعية إسلامية فحاربوا الإسلام خلوها قومية، وقال لك إن القومية دي بتقرب بين الناس. دلوقتي حاربوا القومية وقال لك نخلي إيه شرق أوسطية، نخليها شرق أوسطية. ليه؟ القومية دي واسعة برضه، لا واسعة شمل ناس كتير، واخد بالك ازاي؟ لكن نخليها شرق أوسطية، يكون رأس شرق أوسطية مين بقى؟ إسرائيل. والإيدين والضوافر والرجلين والمدخلات والجزم هي مين؟ الدول بتاعة الشرق الأوسط دي، الدول اللي اعتاد على نفسها دي بالجزم اللي تمشي بها إسرائيل. لكن إسرائيل هي الرأس وهي القلب وهي القوة الضاربة، ودي الجزم والمدسات والبولة اللي تمشي لها إيه؟ إسرائيل. خلونا في اللي احنا فيه. ولا يكون الوارث منهما قاتلا، ولا يكون الوارث منهما إيه؟ قاتلا. ولا مملوكا، ولا مملوكا، ولا مملوكا لوقوع الإجماع، لوقوع الإجماع. فرضنا أن رجل سيد ولم يترك ذرية ولكن ترك إيه؟ عبدا، ترك عبدا، إيه اللي يحصل؟ هل العبد الذي يقوم مقام الإبن يأخذ كل الميراث؟ لا. فوقع الإجماع على أن العبد لا يأكل مال الميراث.
أما ما أخرجه الإمام الترمذي وغيره أن رجلا مات ولم يخلف إلا عبدا فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه فلا يصح هذا الحديث، فلا يصح. إذا في قول آخر ولأبويه لكل واحد منهم السدس، طب فرضنا لو أحد الأبوين كان كافرا إذا له سدس؟ لا. طب أحد الأبوين قتل ولده حتى يرث من ابنه يبقى له سدس؟ لا. طيب أحد الأبوين كان عبدا له سدس؟ لا. يبقى إذا دي كلها قيود، القيود هي موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة؟ في السنة. إذا هنا خصصت السنة لإيه؟ القرآن. واضح يا إخواني؟ طيب برضه بالنسبة للزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طب زوج منها ارتدت يبقى ناخد منها النصف؟ لا. العكس هي تاخد مني ربع؟ لا. يبقى ده شرط الإسلام وما إلى ذلك. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى احنا خلصنا ست المواريث، نشوف بقى مسألة إيه من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصايا مقتصر بها على ثلث لا يتعدى، لما في البخاري ومسلم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أنه كان مريضا بمشق فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. يعني أي حاجة تعملها ربنا سبحانه وتعالى أجرك عليها حتى لو أنت أكلت امرأتك لقمة. فقال سعد في جملة ما قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ أفأتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فبشطره؟ نصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث وثلث كثير، الثلث وثلث كثير. طيب إذا دي معناها إن الإنسان إذا أراد أن يوصي وصية فلا ينبغي أن يتعدى الثلث بقوله عليه الصلاة والسلام وثلث كثير، بأولا. ثانيا استفاد بعض العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام وثلث كثير دل على أن الوصية أقل من الثلث. طب إيه أقل من الثلث؟ الربع. إذا الوصية يجوز أن تكون أقل من الثلث ولا تزيد عن الربع، ولا تزيد عن الثلث، ولو جعلها ربع لكان ذلك خيرا وأصوب. ليه بقى؟ لأنه لو جعلها الثلث يمكن أن يسبب ذلك ضيما على مين؟ على الورث. ممكن يسبب ذلك ضيما على الورث، أما ظلما على الورث. أما الربع ففيه القدر، ولو زاد عن الربع فلا يزيد عن الثلث. لا قل يا الله. في هناك اصطلاحات عند الأصوليين، هذه الاصطلاحات فيها نوع من الاتساع. يعني مثلا عندهم العام والخاص، العام والخاص يستعملون القيد بمعنى التقصير، دي نمرة واحدة. الحاجة الثانية يستعملون الناسخ بمعنى التقصير. الحاجة الثالثة يستعملون المبين بمعنى التقصير، يستعملون المفسر بمعنى التقصير. خد بالك هذه كلها استعمالات يستعملونها. ليه بقى؟ قال لك لان الاصل ان المخصص انما هو مفسر مبين، مفسر العام مبين العام بالتخصيص. ولذلك مصطلح التخصيص عند الاصوليين اعم من مصطلح التخصيص عند النحاة وعند الفقهاء وعند اللغويين. ماشي يا حبيبي. وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل الميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث، الدين قبل الوصايا والميراث، وألا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم، حتى يستوفي أهل الدين دينهم. يدل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح أن سعد ابن الأطول مات أخوه وترك 300 درهم،
وترك أولاده، فأراد سعد بن الأطول أن ينفق هذا المال على أولاد يتيم، وكان عليه دين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي دين أخيه أولا، أن يقضي دين أخيه أولا، وقال إن أخاك مقتبس بدينه فاقض عنه، إن أخاك مقتبس بدينه أي مقتبس الدعاء والشفاعة بهذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم بين يدي جنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإذا قال عليه دين تأخر فلم يصلي عليه، وقال صلوا علي على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، إلا إذا صدر أحد فقال إن دينه علي فيتقدم ويصلي عليه. إذا قضاء الدين هذا مقدم على ماذا؟ على الوصية وعلى الميراث، على الوصية وعلى الميراث. ولكن قالوا في الحقوق المالية حقان، حق الله وحق الآدمي، حق الله وحق الآدمي. حق الله زي إيه؟ زي الكفارات، زي الكفارات وزي النذور. وحق الآدمي زي إيه؟ الديون، الديون. طيب بالنسبة للوصايا، الوصايا قالوا فيها حق لله وحق لمين؟ الآدمي. فإيه اللي يحصل؟ يقول لك إن حقوق الآدميين مقدمة لحق الله عز وجل سبحان الله. يعني لو في واحد مات وعليه نذر ومات عليه دين، نقدم ايه عليه؟ نقدم الدين على النذر سبحان الله، ليه ربنا سبحانه عفو يعفو عن عبده؟ طب هو ما وافقش بالنذر بتاعه، يأثم يأثم. طب لما يقول ربنا عز وجل قد تكون له حسنات ماحية، قد يعفو الله عز وجل عنه، فالله تبارك وتعالى يتجاوز عن حقه لعبده. لكن أما حق العبد عند العبد لا. شوف بقى تعظيم الحقوق قد إيه بقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدين الحقوق، يعني إن كل الحق سيؤدى، فإذا لم يؤدى في الدنيا أدي فين؟ في الآخرة. حتى إن الله عز وجل يعني يعطي لكل ذي حق حقه، فيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لمناصحته. يعني حتى لو في مات معدتين، واحده قرناء والثانيه جلحاء، جلحاء لا قرون له، فالقرناء راح تنصح الايه؟ الجلحاء. ربنا عز وجل يوم ويوم القيامه الاثنين، ويقتصم ديه لديه، فما ذلك بجانب البشر. فاذا كان عز وجل يعني يقتص للجلحاء من القرناء، فما ذلك بالبشر، فما ذلك بالبشر. فيخص كل منا يحرص على اقامه العدل ودفع الظلم ما استطاع إلى ذلك من سبيل. قال ولولا دلالة السنة، زي ما شفنا، ثم إجماع الناس، زي الإجماع على مثلا عليه على المملوك، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء. مبداة يعني الوصية، ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين، يبقى الدين مبدا مقدم، أو تكون والدين سواء. وقال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وتصحوا أرجلكم وأرجلكم، أرجلكم وأرجلكم، قيل أرجلكم بالعطف على الرؤوس، وقيل أرجلكم بالمجاورة، الجر بالمجاورة، ولكن الصحيح عليه الجماهير وأرجلكم، ويكون وأرجلكم معطوف عليه على وجوه، على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، يعني تقدير إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، أو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم. ولكن أتت متأخرة بالدلالة على إيه؟ على الترتيب. ولذلك هل الترتيب في الوضوء فرض ولا ليس لفرض؟ المسألة الثانية نزاع كبير جدا بين أهل العلم، الجمهور على أنها فرض، والأحناف أنها ليس لفرض. والحق أن المذكورات في القرآن الترتيب بينها فرض، أما ما وراء ذلك فإن الأمر فيه سعة، وهذا جمع حسن.
فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين. فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، ده عليه على قول وأرجلكم أي الرأس من المسح وأرجلكم. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل قدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض، يعني قال إن ممكن أرجلكم وأرجلكم فيها الغسل وفيها المسح فمحتملة. وبعدين برك يعني إيه إذا قمتم إلى الصلاة ممكن بعض المتوضئين دون بعض، فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل قدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. بعض المتوضئين دون بعض اللي هو المتوضئ الذي الذي ليس لابسا خفاه. طب لو كان لابسا خفاه يبقى يمسح رجليه، هيغسل رجليه؟ لا، يبقى غسل الأرجل ديت خاصة بعض المتوضئين ومن ليس لهم خفاف يلبسونها. يعني دلوقتي لو واحد لابس شراب لابس شراب وبيتوضا ما هو متوضا، بس لما هو لابس شراب يعمل ايه بقى؟ هيغسل رجليه ولا يمسح؟ يبقى يمسح. يبقى هنا المسح له، المسح له، يبقى امسحوا برؤوسكم وارجلكم باعتبار المسح. طب لو واحد خالع الشراب الخف يعمل هنا بقى ايه؟ يبقى هنا غسل الرجل، يبقى الرجل لها الغسل ولها المسح، لها المسح لها الغسل ولها المسح. فإن كان ليس لابسا خفيه أو نعليه كان الغسل، وإن كان لابسا كان ليه المسح. حديث المغيرة بن شعبة عندما والحديث الصحيح قدم إليه صلى الله عليه وسلم ماء في إذاوة فأفرغ عليه ليتوضأ، قال فهويت إلى رجليه لأنزع خفيه فقال دعهما فإني لبستهما إيه طاهرتين. فدل ذلك على أنه إذا لبس الخفين على طهارة يجوز له أن إيه أن يمسح عليهما، لأن الأصل مش أنت لبس الخف، الأصل أن إيه خلع الخف، ده هو الأصل بتاعك، فناسب ذلك الأصل. طب ولو لبست الخف فلبس الخف ده إيه هو الفرق، ولذلك لك أن تمسح عليه يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام بلياليها عند السفر، ثم تنزع الخف ثم تنزعه لتغسل الأصل. يبقى الأصل والغسل إذا أردت التحديد. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وكمل الطهارة، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. واضح. المثال الثالث على العموم والخصوص وننهي به إن شاء الله، قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا قطع في ثمر ولا كثر، ولا كثر اللي هو الشيء الذي يستخرج من النخل، لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني ايه انت عارفين الجمار بيطلع من نخله وكان بيوكل كده، الجمار ده عامل زي ايه الزعزع بتاع القصب كده، عارفين الزعزع بتاع القصب عشان اقربها لكم يعني، طيب زيها كده يعني بس ده في النخل يسمى ايه جمار، بيكون ابيض كده وبيوكل طعمه طيب يعني. لا قطع في ثمر لانه البلح بينزل بينزل واحد وانت ماشي تحت النخل تلاقي بلح وتقعد تاكل فيه، لا قطع في ثمر ولا كثر، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصائبة. فده كلها حاجات وراء البال السنة، لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار ده الأمر ده متساوي، يعني إذا قلنا إن الدينار يعني ده عبارة عن عملة من الذهب تزن مثلا بما يعادل مثلا 50-60 جرام من الذهب مثلا،
يبقى 60 جرام دولت نضربهم في سعر الجرام الذهب مثلا بحوالي 60 جنيه 70 جنيه، يبقى حوالي مثلا 3-4000 جنيه. يبقى لو واحد سرق مثلا 100 جنيه 200 جنيه مثلا، يبقى الراجل يقول ده حرامي ويمسكه ويتعامل وقطع ايده. يبقى اذا هو حرام. يعني لو واحد سرق الدرج ده هو وراح اخذ منه 5 جنيه يبقى ايه؟ حرام سرق، ولكن دي قيمه اقل من ايه؟ من ربع دينار. فالدينار لابد من تحديد قيمته، وهذا الامر تحديده عسر. تحديده ايه؟ عسر عسر. تحديده عسر، لان العملات قيمتها غير ثابته، ودنانير الامس ليست كدنانير اليوم، بل الدنانير قديما كانت مختلفه. فالدنانير في عهد صلى الله عليه وسلم ليست كدنانير في عهد الدوله الامويه. الدنانير في عهد صلى الله عليه وسلم كانت دنانير روميه، في عهد الدوله الثانيه كانت دنانير امويه اسلاميه، وبعدين الدنانير كانت على احجام ومقاسات. ودنانير الشرقيه ليست كدنانير الاندلسيه، بل ان كل اماره او كل دوله كانت بتضرب لها ايه؟ دينارا. وكل راجل امير تغلب اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ يعمل دار لفك الايه؟ النقود. اول حاجه يعملها، والنقود دي تحمل ايه؟ الرسمه بتاعته والصوره بتاعته، ويعتبر ده صوره من صور الايه؟ الحكم. يعني كان الولاه من الحاجات اللي بتثبت حكمهم ان هم الخطباء ايه؟ بيكون اسمائه على منابر. انا سمعت بيقولوا لي ان بعض القرى في مصر هنا كانت بتقول اللهم انصر السلطان وعساكره. سمعتها بيقولوا انا صغير. الراجل بيقرا من الكتاب الصغير كتاب اصفر، فهو عنده في اخر الخطبه اللهم انصر السلطان وعساكره، اللهم اظلم ملكه واطلب له، والكلام ده كله ويقراه ونفسه امين. كان بيعتبره ان من اسباب بقاء الملك بتاعه ان الخطباء يدعوا له على الايه؟ على منابر، ويدعوا لولي العهد من بعديه. وعلى فكره هقول حاجه، شوفوا امراء التتر كانوا كفر، امراء التتر كانوا كفره، وكانوا بيقتلوا المسلمين وبيعاقبوهم. ايه اللي حصل لما ربنا هداهم واسلموا؟ ايه اللي حصل؟ هم اللي دافعوا عن الاسلام. حصل ما حصلش؟ فلا نستبعد ان يكون رجل مجرم وبعيد عن الاسلام ربنا يهديه ويرقق قلبه ويحببه الاسلام ويجعل نصر دين ربنا ظل على دينه. لا نستبعد ذلك على الله سبحانه. ولكن نقول اذا كان المال المسروق له قيمه قيما قيما حتى ولو كان قليلا قيما حتى ولو كان قليلا يبقى ده فيه دي الحد. اما اذا لم يكن كذلك فلا. ممكن قلم قلم جاف قلم جاف 58 قرش او 35 قرش وبالجمله 28 قرش، ممكن قلم جاف يبقى ثمنه 1000 جنيه. اللي بيسرق بيسرق ايه؟ قلم. لكن المره ان اقطع ايده بديت والمره ما اقطعش ايده بديت، والاثنين قلم جاف، مش كده؟ نظرت الى الفارق بين الاثنين كذلك مساله الايه؟ الثمن. فلابد ان ننظر الى القيمه، لان تحديد ربع الدينار بقيمه محدده ده امر عسر. على الاقل انا كمسكين انا لا استطيع تحديد هذا الامر. ما انا بقول هو هذه مساله ترد الى العرف، لان المساله دي متنوعه ومختلفه من كل عصر لعصر من كل طائفه لطائفه. نعم. لا نقول تعطيل، لا نقول تعطيل، لان هذا الاسم فيه ان عمر بن الخطاب لم يمض شرع الله عز وجل، ولكن اللي حدث ان شرع ربنا عز وجل لا يطبق الحكم الا بوجود اسبابه، الا وجود اسبابه. فاذا توفرت الاسباب وانتفت الموانع طبق الحكم، اما اذا قامت الموانع وانتفت الاسباب لم يقم الحكم، فهو لم يعطل مطلقا ابدا. هو افترضنا مثلك واحد سرق، فننظر الى اسباب السرقه. هو سرق، نعم، ننظر لأسباب السرقة. هو سرق، يا ترى سرق مالا معلوم؟ سرق من حرص ولا كان مال مشاع؟ يعني لو افترضنا إن في هناك مال مطروق هكذا، واحد مثلا إيه؟ ماشي ومعاه شوال، شوال أسمر، وحاطط المالية بتاعته كلها فين؟ في الشوال الأسمر. وبعدين إجاله نوبة إغماء وراح نقلهم فين؟ المستشفى.
الناس برضه ان شاء الله في مرداه بتاع زبال راحوا شايلينه ورمينه في الزباله. الراجل الزبال شايل الزباله عشان يلفحها يحطها في رايه الزباله، راح الكيس مفجور يتلقى الرزم موجود. يا من تكرم يا رب، راح لالم الرزم وراح وصلت البيت. الرجل ده لما يتمسك يبقى حرامي؟ لا مش حرام، مش حرام، ليس بلص، ليس بلص. يبقى هو بالفعل استولى على مال الغير وكتم هذا المال، وحتى لم يعارف هذا المال فإنه آثم لأنه لم يعارف هذا المال. لكن توصيف الشرع ده حرامي؟ مش حرامي، لأن اللصوصية أو السرقة معناه أنه يعالج أمرا كمستخبي حتى يأخذها. واحد حاطط الفلوس في جيبه وقافل عليها بالفلوس، وبعدين بعد كده قعد في الأتوبيس أو في الميكروباص، راح واحد عامل نزل فلوسه كده وحاطط إيده وأخذ اللي في جيبه، بيطلع إيده راح ماسكه بقى، واخد بالك، مسك إيده وفعل إيه؟ إيه فلوس. يبقى الراجل يسميه إيه؟ حرامي، لص، سارق، لأن حاطط إيده في حاجة مش ملكه، وحتى لو ما خدش إلا ربع جنيه، شوف ربع جنيه بس اسمه حرام. أظن ده في القانون ده لو اتمسك وشال ربع جنيه ممكن برضك ياخد فيها حاجة، معناها إيه؟ ربع جنيه، ربع جنيه، ربع جنيه. بس المشرع قال لك إن المسألة مش مسألة ربع جنيه، المسألة هو إيه؟ إن هو حاد حاجة مش بتاعته بعد معالجة، بعد معالجة. فلا ينظر إلى القيمة، وبرضك ده في الشرع، ده في الشرع، يبقى بننظر إلى القيمة وبننظر إلى الإيه؟ إلى إن هذا المال حتى وإذا لم يكن له قيمة كان فين؟ في حرز ولا ليس في حرز؟ إذا كان في حرز ومد إيده في هذا الحرز وأخذ حتى كان المال قليل، ده برضك بإيه؟ يبقى سارق، والنبش بهذا سارق بنص الحديث، بنص الحديث، بل هو أعظم من السارق. ليه بقى؟ لأن هو بيقوم شايل الكتم بتاع الميت فيهتك ستره حتى يأخذ هذا الكتم. أيوة ده سارق ويقام عليه الحد. ليه بقى؟ لأن ده قبر والقبر مقفول، فهو راح فاتح القبر وانتهك حرمة هذا المقبور، وراح فاتك الايه؟ الكفن، وراح وقت. وفي أشد من كده، يمسك سنه كده ولو تلاقي سنك سنه فضه ولا ذهب يخلع حد، طبعا ده مبداش يقام عليه الحد. وقالت الإيماء، وقال الله تعالى: الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. وقالت الإماء: فإذا أحصنا، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمقصود بالعذاب اللي هو الجلد. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. هي كده الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب بالنسبة للإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزنا ولم يجلده، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد 100 من الزنا الحران البكران. مش كده؟ هنتبه المثال الجميلة دي. يبقى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ايه؟ 100 جلد. طب السنة دلت على رجم الزاني الايه؟ المحصن. يبقى اذا الانسان اللي موجود في القران ده المحصن ولا غير المحصن؟ يبقى غير متزوج، يبقى غير متزوج. انا اراد ابين ان معنى الاحصان هنا ايه؟ الزواج. لان قد ياتي ان الاحصان بمعنى ايه؟ العفه. فحتى لا يقع هذا المفهوم يبقى دل القران على ان المقصود بالايه؟ بالزاني هنا اللي هو ايه؟ المتزوج ولا غير متزوج؟ غير متزوج. لأن المتزوج رجمه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ما وصلى رجمه ورجم الغامدية وكان متزوجين فرجمهما، فدل على أن الجد والمجد في القرآن للمين؟ لغير المتزوج. طيب وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز، من سرق من إيه؟ من حرز، وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. هنا مسألة لطيفة، وهي لو أن
العبد كان متزوجا وزنى، كان متزوجا وزنى، هل ينصف الرجم له؟ خلاص هذا ايه؟ يقتل، هذا يقتل رجما، لان الرجم لا يتنصف. ما احنا دلوقتي المسألة كلها متعلقة في قيمة الربع دينار، في قيمة الربع دينار. هو لو سرق اقل من ربع دينار ينطبق عليه ايه؟ اسم السرقة. لكن الحد، احنا لو كلامنا على السرقة، لو سرق حتى الشاية، لو سرق يعني الشاية من حرص الى ايه؟ سرقة. لكن بنص المسلم لا قطع الا في ربع دينار، لا قطع الا في ربع دينار، والحديث الصحيح لا قطع الا في ربع دينار، فدل ذلك على ان القطع غير الحكم بالسرقه. يبقى هو ممكن يكون سارق بس من ايه؟ من انقطعوش. وعندنا حاجه اسمها، مش حد بقى، حاجه اسمها التعذير. تعذير يتهنى علقه، اخبارك ازاي؟ يتسفك علقه زي جماعه النصابين والنشيل والحاجات دي كلها، بس من غير لطم الوجه، يترن على من غير لطم الوجه. نعم. الجزئية اللي جاية ديت جزئية طويلة جدا، هتاخد يعني منا حوالي ساعة وأكثر، لأن متعلق ببعضها. فمما مضى نتبين إن السنة خصصت عام القرآن أو مجمل القرآن في عدة قضايا، شفناها في قضية الميراث، رأيناها في قضية غسل الرجلين، رأيناها في قضية السرقة، ورأيناها في قضية الزنا. وإن شاء الله تعالى يكون لنا بقية يوم الجمعة القادمة.